ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ كله تمام؟ يا رب تكون كل حاجه بخير وعال العال. واحنا هنتكلم بعد شويه او هنتكلم دلوقتي على مساله التطوع والمتطوعين. واظنكم يعني خدتوا بالكم انه لما كان الرئيس في محافظه المنيا وافتتاح المشروعات ومبادره حياه كريمه وما الى ذلك، شفتوا ازاي المتطوعين كانوا بيلعبوا هناك دور مبهر. ودور المتطوعين في حياه كريمه تحديدا وفي حاجات كتير حوالينا مذهل. وانا هرجعك برضو على قبلها، يعني احنا لما كنا في شرم الشيخ كاب 27 او كاب 27 برضو متطوعين. ثقافة التطوع ثقافة تبني امم. خليني بعد اذنك واحنا بنتكلم نتكلم على المشاريع التنموية، نتكلم على حياة كريمة، نتكلم على المتطوعين ودور التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي في هذه المشروعات. طيب، ونتكلم على إزاي المتطوعين لهم دور حقيقي رئيسي أساسي في تغيير المجتمع دائما للأفضل. طيب، نرحب بضيفنا العزيز المهندس أحمد موسى، عضو التحالف الوطني والمدير التنفيذي لمؤسسة صناع الحياة. أهلا أهلا أهلا، منور. أهلا وسهلا، إزاي حضرتك؟ إزيك، عامل إيه؟ كله تمام. كله تمام؟ كله تمام. إلى أي مدى كلام الأخ المذيع ده سليم في أنه التطوع ده ثقافة تبني أمم؟ طيب، خليني أقول إن إحنا يعني يمكن حضرتك جيت مع الشخص المظبوط في الموضوع ده. يا بخت. إن صناع الحياة من أول نشأتها وهي الثقافة الأساسية اللي هي بتعتمد عليها هي موضوع المتطوعين. وفكرة التطوع هي الفكرة أو المحرك الرئيسي اللي بيشتغل عليه. يمكن إحنا عمرنا يمكن 18 سنة دلوقتي، طول الوقت ده شغالين الميثودولوجي أو المنهجية اللي إحنا بنشتغل عليها على الأرض خلاف جمعيات كتير، ان هو المتطوع ازاي نفعله وازاي نخلق له فرصه تطوعيه ان هو يقوم بحاجات مختلفه جدا. لينا تجارب يمكن في محو الاميه، اشتغلنا على 130 الف امي مع شركه من شركات الاتصالات الكبرى. كان لينا تجربه يمكن في فيروس سي، يمكن كان الرئيس عامل مبادره كبيره جدا قضينا بيها على فيروس سي. على الارض بقى كان في متطوعين بيروحوا الكرة ويخبطوا على الأبواب ويعملوا اللي هو التست السريع علشان الناس تروح للعربية اللي مستنية على أول القرية علشان تعمل التحليل أو إن هي تاخد الدواء. فدايما المتطوعين عندنا سياسة كبيرة جدا أو ثقافة كبيرة جدا إحنا بنشتغل بيها في الشغل بتاعنا. الحاجة المهمة جدا إن في الفترة الأخيرة زي ما حضرتك ذكرت بقى في تبني كبير جدا لدور المتطوعين، سواء في الكوب 27، ويمكن احنا بنشرف ان متطوعينا كانوا موجودين هناك في الكوب وساعدنا كتير جدا كمؤسسه بقى في تاهيل الناس اللي موجوده هناك. متطوعين شاركوا في متحف الحضاره لو حضرتك تتذكر ساعه الافتتاح. المتطوعين بقى في التحالف الوطني شكل بقى مختلف خالص. بقينا الفكره الرئيسيه ازاي ان المحور ده بقى محور رئيسي. يعني عندنا قوافل ستر وعافيه، نزول على الارض ميداني. مين اللي بيقوم بكل القوافل دي وبينظمها وبيشتغل فيها بشكل كبير جدا؟ هم المتطوعين. في كل قافلة بنوصل ما بين 2000 متطوع بيخدموا أهالينا. احنا وصلنا للقافلة بتاعت ستر وعافية رقم 20، يمكن كانت في المنيا قريب. بينزل المتطوعين الأول يعينوا المكان، يتأكدوا ان المكان مظبوط، القرية اللي هي ديت هنشتغل فيها بالتنسيق طبعا مع الوزارة المعنية سواء التضامن الاجتماعي أو التنمية المحلية. بنختار المكان ده ما بين شراكة جامدة جدا ما بين مؤسسات المجتمع المدني وما بين المؤسسات اللي هي بتعتمد على المتطوعين بشكل كبير. بننزل تنظيم كامل لدخول الناس وخدمة أهالينا. أمل، يعني أمل كبير جدا جدا بنقدمه للناس عن طريق إن إحنا دايما بنعتمد إن المتطوع يبقى بنفس المكان. يعني إحنا في المنيا فمتطوعين المنيا، إحنا في سوهاج فيبقى متطوعين سوهاج. ده بيعمل إيه؟ إن أهلك بتخدمك، يعني مفيش حاجة، يعني هو أخوك أو كتف في كتف زي الحملة اللي احنا بنتكلم عليها. صح. هو اللي جاي يخدمك وهو اللي جاي يشتغل معك. فدي الفكرة الرئيسية اللي احنا شغالين عليها. وعايز أقول لحضرتك على حاجة، لما جينا عرضنا عملنا حسبة بسيطة كده ما بين ساعات التطوع، وجدنا أن المتطوعين بتوعنا بنتكلم بقى على التحالف وصلنا ل 251 ألف متطوع موسمي، ما يقترب من 75 ألف متطوع مستدام،
عندنا ايفنت كبير جدا بنحضر له الفتره اللي جايه ان شاء الله، يبقى حاجه يعني في استاد القاهره تبقى يتملى كلها متطوعين، سواء من مؤسسه صناع الحياه او من مؤسسات الشريكه اللي شغاله معانا. فلا يعني الدوله متبنيه بشكل كبير جدا جدا موضوع التطوع. زيارات الرئيس هتلاقي حضرتك والرئيس بيعدي على بيفتتح مدارس، يعني بتلاقيه بيقف في المنيا، بيقف في سوهاج، بيحيي المتطوعين وبيشكرهم. صحيح. وبقى دي يعني نقطة أساسية إن هو إزاي بيقدر الجهد اللي بيعمله المتطوعين في الشغل كله اللي بيحصل في المجتمع. اهتمام الرئيس بمسألة التطوع وثقافة التطوع شديد الوضوح. هنا هيجي سؤالي التاني، طب إلى أي مدى أصبح الشبان ولاد وبنات مصريين عندهم الثقافة دي والإقبال على ده؟ أنا شهادتي مجروحة جدا، لأن أنا أصلا متطوع من زمان، أنا من وأنا في الجامعة، يعني أنا يمكن دلوقتي المدير التنفيذي للمؤسسة، ولكن أنا وأنا في تانية جامعة كنت متطوع في صناع الحياة برضو، وكملت السايكل بتاعتي وعملت، أنا مهندس عملت شيفت كارير، وبعد كده بقيت موجود في المؤسسة يمكن من 5-6 سنين، لكن طول الوقت اللي فات ده أنا كنت شغال كمتطوع. وأنا مقتنع تماما ببساطة شديدة لو إحنا بنتكلم على ثقافة التطوع، أهم حاجة أنت ما تجيبش متطوعين، لازم يبقى في موضوع تجيب عليهم المتطوعين، ما ينفعش تجيب متطوعين كداتا، أو ما ينفعش تجيب المتطوعين كتدريب، لا، أنت اخلق الحالة اللي أنت عايز عليها الموضوع، ودي المتطوعين للموضوع ده، دربهم على الموضوع ده، خليهم يتعلموا بالتجربة، اعمل لهم فعاليات يشتغلوا عليها. أنا ما بتكلم على محو الأمية اللي احنا اشتغلنا عليها، وبتكلم على 130 ألف أمي في مؤسسة ما كانتش بالحجم دلوقتي زي دلوقتي، وقدرت إن هي تشتغل على 130 ألف أمي. ليه؟ لأن احنا اتبعنا طرق أبواب، بنجيب المتطوع، بنجيب المستفيد، ادخل الفصل في الحال، بنعمل أول حصة، المتطوع وإحنا شغالين بندربه على أول حصة ديت، اللي هو الحاجة اللي بتخدم الحكاية نفسها، مش بنجيب المتطوع لمجرد ان احنا جبناه، لا، ده احنا بنركز بشكل كبير جدا جدا ان المتطوع يجي على الموضوع. ولو جه على الموضوع ولقى الموضوع هيصدقنا وهيشتغل. ليه الحاجات اللي بتحصل في حياه كريمه زي ما حضرتك ذكرت، وليه الناس مصدقه، وليه الرئيس بيقدر جدا الموضوع ده؟ لان المتطوعين دول هم اللي اشتغلوا في حياه كريمه، هم سواء في المؤسسات بتاعتنا او في مؤسسه حياه كريمه او في مؤسسه صناع الحياه او كل الجمعيات اللي موجوده في اللي شغاله في التحالف الوطني، قد ايه ان الحاجات اللي هم بيعملوها ديت، احنا بنينا 1300 بيت منهم اسقف كان المتطوع بيطلع. احنا بنعتمد برضو فكره اعمل حاجه بنفسك، يعني غير المقاولين وغير الصناعه وغير وغير، لا، المتطوع كده لو راح في شغلانه وفضل يدقدق كده على الخشب البسيط اللي هو بيتعمل وعمله، ده بيحصل ايه؟ بيحصل ان هو في اخر اليوم التعب ده هو ده المطلوب، هو بالنسبه له حس بالانجاز. بالظبط، يعني احلى نومه السقف بعد ما يخلص، يعني حضرتك بعد ما تخلص السقف والدقدقه ويبقى معاك حد مشرف، يبقى واخد انا دايما احنا الامان بتاعنا السيفتي، الخوذه، الحاجات بتاعتنا، خلصت النوم على السقف وجنبك الأسرة المصرية اللي هي اتعمل لها السقف، دي أحلى نومة أنا نفسي جربتها، أحلى نومة في الحياة. فإحنا ثقافة التطوع موجودة، محتاجين بس إن إحنا نعمل مواضيع، يعني أنا يعني من خلال حضرتك، يعني أنا يمكن كان ليا شرف إن أنا قلت كلمة أمام الرئيس في السنة اللي فاتت، وبعد كده بقى في التحالف، وبعد كده بقى الرئيس مهتم جدا وحضر بنفسه مؤتمر التحالف وكرم يمكن ناس، يمكن انا المثال اللي انا كنت بذكره بتاع فيروس سي، كان معانا شاب اسمه باسل، والده هو باسل الله يرحمه، يعني الرئيس كرم والده في الايفنت بتاع التحالف الوطني، وهو الشخص اللي كان مسؤول عن الحمله بتاعه اللي هي سواء التوعيه ان انتوا روحوا يا جماعه عشان تتعالجوا، او اللي هو التيست او الرابيد تيست اللي كان بيتعمل. فاحنا في مساحه كبيره جدا لثقافه التطوع، لو خلقنا موضوع وليكن محو الاميه، وليكن تنظيم الاسره، وليكن رفع الوعي، وليكن اي موضوع اللي تختاره الدوله اللي احنا نشتغل عليه ويدهولنا، واحنا مسؤولين ان احنا نحققه، واحنا عملنا ده محو اميه هنمحو الاميه، تنظيم الاسره هنعمل ده ونرفع الوعي، بس يبقى في فاسيلتيز من الدوله وفي اراده،
ونوعدكم احنا ان احنا هنعمل الموضوع ان شاء الله. ده انا استاذنك هنروح نفصل وعاوز ارجع نكمل الكلام على مساله التطوع، وحاجه برضو جايه في بالي. بره التطوع ملوش عمر. مظبوط. عندك 50 60 70 80 90 قادر على انك تقوم بشيء ما، اهلا وسهلا بيك. مظبوط. هل عندنا كده ولا لا؟ ما تقولش اي حاجه. خلونا نروح للفاصل ونرجع نكمل الكلام. الحديث في الفصل كان مثمر وملهم جدا بالنسبه لي. خلوني الاول اجدد ترحيب المهندس احمد موسى، عضو التحالف الوطني والمدير التنفيذي لمؤسسه صناع الحياه. التطوع في مصر ليه عمر ولا زي بلاد بره؟ التطوع في مصر كل حضرتك لو بصيت على، واحنا خدنا تعداد الجمعيات ورؤساء مجلس الاداره فاحنا بنعتبرهم متطوعين. لو انا شفت حضرتك كنت بتكلم استاذه امال من شويه، يعني انا بشوف اللي هي بتعمله في السن ده والمشاركه بتاعتها فهي بتعمل بشكل او باخر اعمال. احنا لازم نوسع شويه كلمه التطوع. التطوع ده كل حد بيعمل خير وما بيبقاش قصده بيه منفعه ماديه. فلو حطينا المصطلح البسيط ده هنجد ان انت لو ترجمت لحد ورقه فانت بتتطوع. لو انت احنا كان عندنا حمله كده ايام الكورونا كانت لطيفه جدا، كنا بنقول للناس عدي على البيوت وحط ستيكر اشكر الدكاتره، يعني كانت على جارك، عدي على الجيران وحط ببساطه شديده اشكر جارك الدكتور. عملنا فكره تانية ان انت ممكن وانت اونلاين ومتطوع تمام ابعت رساله عن طريق السيرفرات بتاعتنا بتاعت المؤسسه للدكاتره كلهم، قول لهم شكرا، حط اسم الدكتور، شكرا كذا كذا، كنا مسمينا ابطال الحكايه. تطوع واسع جدا، ما اعتقدش ان هو مرتبط بعمر. احنا بنتحيز اكتر للشباب، ولكن انا بشوف الميكس اللي بيحصل ما بين الشباب والناس الاكبر سنا والبنات اكتر. على فكره المتطوعين احنا بنتكلم على الملهمات والمراه، فاحنا 69% وبنات وانسات هم اللي شغالين او ناس كبيره. المراه ليها دور كبير جدا جدا في التطوع، ومش عشان هي فاضيه، مش عشان هي فاضيه، عشان هي اكتر حد عنده مسؤوليه وكوميتمنت زي ما بيقولوا. هم اكثر اقداما، اشجع بالظبط، اكثر جساره بالظبط. وعلى رايك هم احنا لازم نقول كده برضو. لا هو مش بس عشان احنا ما نقدرش نقول حاجه كده، لكن والله انا بتكلم بجد. يعني انا اشوف ده طول عمري في كل، يعني امي، اختي، مراتي، بنتي. بالزبط. الستات دايما بيبقوا ديفوتد اكتر بالظبط، وبعدين هم اشجع في اتخاذ القرار. انا بحاول اترجم ده تهور. احنا اعقل يا جماعه والله، طبعا ولا اعقل ولا حاجه، احنا كسالى شويه بس. فهنرجع تاني على مساله ثقافه التطوع. وقلت لي لا يا جماعه احنا عم عندناش سن، كل من يستطيع ان يفعل شيء فليقوم بفعله. زمان انا كنت بشرح لك ان انا زمان مثلا انا واختي واصحابنا وتطوعنا، كنا متطوعين سنه 1994 في المؤتمر الدولي للسكان والتنميه. بعد هذا المؤتمر احنا حسينا ان ثقافه التنوع هتبقى، ثقافه التطوع هتبقى شيء خلاص بقى هيبدا يسري وينتشر في المجتمع. لقيناه كبر، بس كبر في اتجاه واحد ضيق، هي فكره اللي احنا بنسميه ايه؟ التطوع في العمل الخيري، مجموعه الجمعيات اللي بتقوم في عمل خيري جيد ورائع وعظيم، بس هو زاويه واحده. مظبوط. مؤخرا طيب. لقيت الحكايه فيها تنوع مذهل. مختلف احنا ويمكن ده تبني لمؤسسات كتيرة. أنا يمكن بمثل صناع الحياة فبتكلم عن ده، لكن في مؤسسات كتيرة معتمدة فكرة التنمية والاستدامة. إحنا عندنا المتطوع ليه أكتر من هدف. أول حاجة بيعمل لنا رقابة ذاتية. يعني إيه رقابة ذاتية؟ بحث حالة، وبعد بحث الحالة في متطوعين بيعملوا بحث حالة، متطوعين تانيين بينزلوا يشيكوا على البحث اللي اتعمل ده هل هو مظبوط ولا مش مظبوط. متطوعين تانيين او تالتين بقى زي ما بيقولوا بينزلوا ينفذوا المشروع المتناهي الصغر وبيفضلوا يتابعوه لمده سنه، اكنها حضانه بتبدا ان هي تحاول ان هي تشوف المشروع دوت، وان هي تبقى تتاكد وباداب الزياره وازاي نبقى حرمه البيوت. كل الكلام ده احنا زي ما قلت لحضرتك في اول خالص ان احنا بنعلم الشباب بتوعنا ازاي ان هم يعملوا الموضوع على الموضوع، مش تدريب للتدريب، لا
احنا هندخل البيت، البيت زي اون جوب تريننج كده بالظبط. هو الاون جوب تريننج ده احنا بنعتبره هو ده الامباورمنت بتاعنا، وهو ده الشغل اللي احنا بنعمله. طيب وهو بيعمل كده، احنا كمان المتطوعين عندنا بيعملوا كراود فاندنج وبيلموا من النتورك فلوس وتمويل علشان اسرهم وعلشان الخدمات، ده يمكن فريد جدا عندنا. اللي بيحصل في القصه دي ايه؟ ان هو بيبقى حريص فلوس اللي جابها المتطوع دي اهم فلوس عندنا. ليه؟ لان انا جبت للاسره، لو سمحت اه شيك على الاسره واعمل البروسيس بتاعتك، ولو هي مستحقه ده تمام حلو. بس لازم تصرف عليها. ففي رقابه ذاتيه بيحصل للمتطوع، في حضانه بيعملها المتطوع للمشروع الاقتصادي او للمشروع الصغير. عندنا بقى فكره يعني طلعناها يمكن من كام سنه ايام الكورونا، ايام ما كنا مش عايزين نعمل التجمعات والكلام ده كله، كنا بنبعت للمحلات بيبقى فيه اللي هو المكن بتاع شركات المدفوعات الالكترونيه بنحول عليه فلوس، الفلوس دي هو بيقدر المستفيد يقدر يصرف منتجات عن طريق الكود الالكتروني. طب هنا فين المتطوع؟ قد يكون في بعض التجار في نوع من التحايل او يستغل الموضوع يدي للشخص فلوس بدل منتجات والكلام ده كله ويستغل الحاجه بتاعته. بيجي المتطوع سواء ان هو بيدخل بشكل مش معروف يتاكد ان التاجر ده بيصرف مظبوط عن طريق حاجات احنا مديها له او كود الكتروني عشان نضمن انه العمليه بالزبط. رايحه للمستفيد اللي يستحق ده بالظبط. فهنا المتطوع والفكره دي مؤسسات، انا بتكلم انا هنا مش بمثل يمكن سمعها، بس انا بمثل كل مؤسسات التحالف طبعا. احنا بنتكلم على كارت الخير، مؤسسات مصر الخير عاملاه، احنا بنتكلم على كود الكتروني، بنتكلم على كراتين غذائيه كل زمايلنا في التحالف الوطني شغالين عليها. فاحنا بنتكلم على مجموعه من التدخلات الكبيره جدا اللي احنا مع بعض بنعملها وبنشتغل عليها في رمضان او غير رمضان او طول السنه. فهنا المتطوع لم مش فكره ان هو بتاع الكرتونه ولا المتطوع الخيري بس، طبعا ده جزء احنا بنعمله لاهالينا، زاويه موجوده ومحتاجين بالظبط. لكن لا، ده هو بيشتغل في التنميه، بيشتغل في التنميه المستدامه، بيشتغل في مشروعات متناهيه الصغر، بيشتغل في ازاي ان هو يعمل رقابه بشكل او باخر. وانا تاني بقول ان المتطوع ممكن لو اتعمل له موضوع فيه اراده واضحه لموضوع كبير نشتغل عليه هيحقق نتائج مذهله. كان الرئيس بيتكلم في المؤتمر اللي كان في الامارات، كان بيتكلم ان لازم حلول غير تقليديه، حلول متوازيه وغير تقليديه علشان نحل مشاكلنا. وده متناسب جدا جدا مع فكره عشان نعمل اختراق ولا بريك ثرو لازم نعمل حاجات. لو احنا عملنا بزنس از يوجوال اللي هو كل يوم بنعمله مش هنعمل. لكن ازاي ان انت تروح في مساحه مختلفه بحلول غير تقليديه؟ لو احنا استنينا على نفس الحلول بنفس الطريقه مش هنحل مشاكل كبيره. لو اخذنا الموضوع بزنس از يوجوال في فيروس سي ما كانش انتهى فيروس سي. لو اخذنا الموضوع بزنس از يوجوال في مشروع حياه كريمه ان احنا ان شاء الله هنبقى ننمي الصعيد، ان شاء الله هنبقى نعمل، ما كانش هيتعمل اللي اتعمل. فالفكره ازاي ان انت تعمل اختراق، عشان تعمل اختراق لازم تعمل طرق غير تقليديه. فانا بقترح طريقه اللي هي المتطوعين، في حد بيقترح طريقه تانية اللي هي كذا. فازاي ان احنا ناخد مشروع قومي ونشتغل عليه واحنا هنبقى قد ان احنا نعمله بالمتطوعين وبالرقابه الذاتيه وبالناس اللي بتشتغل في التنميه. مش لازم يكون المتطوع مجرد ان هو بيشتغل في العمل الخيري بس، لا، ازاي ان احنا نطور القصه ديت وان يكون بيشتغل في العمل التنموي، عمل المشروعات الصغيره، عمل محو اميه، عمل رفع وعي، ازاي نعمله. ومش بتكلم احنا اصل المتطوع مش هيبقى فيه كوميتمنت، الكلام ده مش حقيقي. لو المتطوع انت لمسته ولقى موضوع حقيقي هيبقى اكتر واحد كوميتمنت لان دي بلده وهيبقى عايز يخدم فيها وعايز يدي الناس امل. احنا كنا في حمله كتف في كتف، كتف في كتف مش مجرد توزيع كراتين او مواد غذائيه، ده اكيد مهم واكيد احنا في حاجه ليه، ولكن هي توزيع امل وتوزيع فرحه. كنا بننزل للناس البسيطه نديلهم فرحه، نديلهم سندوتش، نديلهم حاجه ازاي ان انت ابتسم عشان تكمل يومك. الحاجات اللي هي كده ساعات بيقولوا، يعني انا كان في حد مهم يعني شخصيه مهم بيتكلم على فكره ان ساعات توزيع الامل بيبقى اهم من توزيع اللحمه او اهم من توزيع المواد الغذائيه. فاحنا عايزين نوزع الاثنين ان شاء الله. ده احنا نوزع جدا. شوف انا وانا قاعد عمال بسمعك وانا مبسوط كده وفرحان وفخور قاعد كل الفكره اللي في بالي. محدش هيقدر يشرح فكره ولا يتحمس ليها قد اللي خدها من اولها. بالظبط. فانت زي ما كنت بتحكي بدات كمتطوع وصولا الى المدير التنفيذي للمؤسسه. مظبوط. فانت مفعم عندك الشغف ده. بالظبط. فانا مبسوط جدا باللي قلته ده انا بفكر اتطوع والله بكلم جد بفكر في شيء ما قاعد عمال مخي شغال. فانا هدردش بعد شويه بقى مع المهندس احمد موسى. انا عايز اشكرك
جدا. شكرا. نورتنا وشرفتنا حقيقي يعني. شكرا. وأدعوكم أدعوكم أدعوكم للتطوع. كل الشكر للمهندس أحمد موسى عضو التحالف الوطني والمدير التنفيذي لمؤسسة صناع الحياة. بص يا مولانا اقعد مع الولاد عشان احنا الوقت اتاخر، مفترض ان ولاد حضرتك نايمين دلوقتي، مفترض. عموما اقعد مع الولاد وفهمهم انه التطوع هيبنيه، مش بس هو بيبني غيره، ده بيبني نفسه كمان.